لو الحكاية فيها إن فيديو هما المدرسة على القيام بمنهج مباشر ما ينفعش. أنا عايزة أربي زي ما قال محمد صبحي لما جيت أربي ولادي بتمثيليته الشهيرة اللي ليها أجزاء كثيرة في تربية النشأ تمثيلية رائعة الحقيقة. قال لما جيت أربي أولادي لقيت إن أنا لازم أربي كمان أصحابهم وأولياء أمورهم والمجتمع كله. التغيير هنا المقصود به النهارده في ظل هذا التغير السريع في المجتمع كله، مش بس الأطفال، لكن الطفل هو رائد المستقبل ورائد المستقبل اللي يجب إن احنا نركز عليه في المرحلة دي. لما نتكلم عن القيم والأخلاق للمواطنة، المواطنة ليها ثلاث عناصر: الوطن والمواطنة نفسها الحياة والمواطن اللي هيعيش هذه الحياة. الوطن قلنا الأرض والسماء المكان، الحقوق والواجبات هي المواطنة. المواطن لابد إن يكون له صفات معينة عشان تتفاعل تفاعل مبين ومعين يحدث هذه المواطنة. وبالتالي زي ما قلت هي كروس، هذه الكروس بتشتغل مع بعض، ما ينفعش كل الدرس يشتغل لوحده. يعني ايه اكون مواطن صالح؟ انا الحقيقه بحاول ان انا اختصر. قول المواطن هو عضو في مجموعه مش لازم وسط الناس يعني جزء منهم تافه. طيب هذا المواطن لابد ان يكون ليه صفات معينه حاولت اعملها، ويمكن دي كانت دراسه ليا، دراسه علميه بدرجه. اللي لازم يكون هذا المواطن له مؤشرات معياريه، يعني انا للمجتمع يكون فيه واحد اثنين ثلاثة.